رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في موقع معمودية السيد المسيح المقطس بحضور الأساقفة والآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة وسفراء دول وهيئات دبلوماسية وشخصيات رسمية وعامة وجموعا من المؤمنين. وفي كلمتها أكدت عناب أن الاحتفال بالعيد المجيد في ظل الراية الهاشمية يجسد روح الإخاء التي تسود بين الأردنيين مسلمين ومسيحيين، والتي ينعم بها هذا البلد الطيب بفضل الحكمة والعدل والمساواة التي طالما كانت من سمات الحكم الهاشمي الرشيد. فهو من أعظم المواقع الدينية في العالم، وهو محط أنظار كافة أتباع السيد المسيح عليه السلام ومهو أفئدتهم، كون الديانة المسيحية قد انطلقت من هذه البقعة لتنتشر في الكون وليصبح هذا المكان وجهة الحجاج المسيحيين للحضور والتبرك من هذه البقعة المقدسة والعيش في المدرج الأول لرسالة المسيح عليه السلام. وفي كلمة له دعا الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني الجميع لإرسال رسالة الميلاد والمحبة للعالم أجمع وتعزيز قيم الاحترام وإقامة الصلوات من أجل تحقيق السلام والأمن بين شعوب العالم أجمع، وأن ينعم أردننا بالأمن والطمأنينة. هذا هو الأردن، النهر والجغرافيا والتاريخ والقداسة، هذا هو الأردن الإيمان، هذا هو الأردن، أنتم الذين تصنعونه وتنسجون من تاريخه ومن حاضره ومن الرجاء في مستقبله مع عبد الله الثاني ملك هذه البلاد المباركة، تنسجون صورة ولا أروع، لا لتعايش ولا لوئام ولا لتآخ، بل تنسجون صورة الأسرة الواحدة المؤمنة بالواحد الأحد. فنحن إلى الشرق من القدس وبيت لحم، هل رأيتم يوما أن أشرقت الشمس على القدس وعلى مغارة طفل المغارة في بيت لحم إلا من خلف هذه التلال؟ هذه رسالتنا. وأحيت الاحتفال جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي وجوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة. كما شاركت في الاحتفال أيضاً بترانيم الميلاد المنوعة الفنانة مكادي نحاس. آتياً يفتح